تركيب الدكات. الآن أعمال الجبس راح نشوف مع بعض إن شاء الله. أعمال الجبس تغطية الدكتات. طبعاً مثل ما عم تشوفوا هون عندنا بوكسات أعمال الجبس. وعندنا شوفوا مخارج الهواء داخل. هون عندنا تقريبا منتهية. هون راح يكون عندي الفري سبلاي. وايضا هون الطرف الاخر راح يكون عندي الريتال. طبعا هون عندي الدكتات. بعد ما بدأ اعمال الجبس طبعا سيتم فتح الجبس امام النكات. طبعا هون الصالة عندي راح يكون في باكج يونت. هاي الفتحة. طبعا عندي ايضا روف. هاي الماكينة الدرج راح تركب الماكينة عندي هون داخل الصالة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.